حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه في بضع عشره مئه من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدى واشعره واحرم بالعمره